مدارس المتميزين. اليوم راح نحل أسئلة وتمارين الفصل الرابع chapter 4 اللي خاص بمسائل solution. أكيد المسائل هواية وكل لكن أغلب المسائل خلينا نقول متشابهة. راح ناخذ الأسئلة اللي ما متشابهة اللي بها أفكار هواية اللي بها أفكار قوية راح نحاول هنا نصبرها. مثل هذا الاكسرسايز 1-4 A solution is formed by dissolving 48.2 grams of sugar in 480 grams of water. What is the mass ratio of sugar and water in the solution? ابتداء شباب المفروض شو اسوي هنا؟ اولا نكون اخذ المعطيات، يعني المعطيات شنو؟ الانفورميشن بالسؤال. انزل الانفورميشن بالورقه وابدي على ضوء الانفورميشن اللي انا اعرفها والمعطيات اللي عندي بالسؤال ابلش بكتابه القانون. اجي هنا هسه شلون اقرا سؤالي؟ من يجي لي هنا solution is formed، هذا المحلول شكل او حضر بواسطه dissolving من خلال اذابه 48.2 جرام اوف شوجر، يعني اذابه الشكر في كميه من الماء. اذا اكيد السوليوت هنا اللي هو الشوجر والسولفنت هو الواتر. اجي اكتب المعطيات مالتي اللي هي 48.2 جرام اللي هي خاصه ب M1 اللي هي ماس اوف سوليوت. الثانيه شنو؟ اللي هي 498 جرام اللي هي اكيد هنا هي ماس اوف سولفنت. بنحدد مثل M1 وال M2 بنشوف عندي هنا M1 وال M2. اول خطوه اكتبها اكيد نستخرج الام توتال اللي تمثل لي نسميها ماس اوف سوليوشن. ام توتال از ايكوال ام 1 بلس ام 2 مثل ما نشوفها بالشاشه الان. ام 1 بلس ام 2 جمع بهالطريقه 48.2 و 498 جرامز، طلع الناتج 548 او 46.2 جرام. عملية الجمع كالآتي، حتى هنا لما نريد نكتبها اكتب الطريقة كالآتي، شلون؟ هنا 48.2 جرام بلس 498 جرام، اخلي رقم فوق رقم واجمع. هاي 498 عدد صحيح، 48.2 هذا عدد صحيح، شوف الأعداد الصحيحة تحت الأعداد الصحيحة خلينا. لكن أجي أساوي أضيف البوينت هنا واخلي صفر حتى اساوي المراتب. من اساوي المراتب اقدر اجمع الراتب. صفر زائد 2 اكيد 2 ينزل البوينت، 8 زائد 8 16، 10 14 باليد واحد 546. ام توتال از ايكوال 546.2 جرام. عرفت الام توتال عندي، كملت الام توتال، اجي اكتب القوانين اللي خاصه بي باستخراج المطالب. شنو المطالب اللي عندي؟ المطلوب اللي عندي هنا يريد من عندي اللي هو سوليوت بيرسون، هذا مجهول، وعندي سولفنت بيرسون. لو ترجع للسؤال نفسه راح اشوف انه عندي سوليوت مجهول وعندي السولفنت مجهول. بالتالي من اريد اكتب هسه قانون كل واحد من الاثنين، قانون السوليوت هو سوليوت person is equal، تكتب هنا القانون بهذا الشكل، هنا نقول mass of solute على mass of solution. هنا انا عندي في 100%. اكتب القانون الثاني ما يحتاج، خلي ابلش ب النوع الاول، باجي اقول له سوليوت بيرسون، انزل الرموز، رمز الماس اوف سوليوت هو ام 1 ورمز الماس اوف سوليوشن هو ام توتال في 100%. عندي هسه الامون موجوده اللي هي تعويض، بدي هسه اعوض سوليوت person is equal، اعوض بهاي النقطة، يعني شنو اعوض؟ مو كان الـ M1 عندي M1 هو 48.2 جرام،
على الام توتال اللي هو 546.2 جرام بر 100%. هسه عمليه رياضيه، الرياضيات بنشتغل بشكل صحيح. اولا نختصر الوحدات الفوارس احذفها. ليش احذف الفوارس؟ لانها متساويه في المراتب، بالتالي اجي اسوي القسم الطبيعي. يعني شنو متساوي في المراتب؟ اكتب رقم هنا 4.8.2 على 546.2. هذا اذا متساويه يعني بعد البوينت كم مرتبه عندي هنا؟ مرتبه واحده. هذا بعد البوينت كم مرتبه؟ هم مرتبه واحده. اذا تحذف يحذف البوينت، يبقى هاي ال 100 مضروبه بمن؟ مضروبه في هذا الرقم، فبالتالي هنا راح نضيف صفرين بالشكل. ممكن نختصر عمليه اختصار بسيطه، نقول مثلا على 2 هاي بها 2 هاي 4 1 0 0 هاي على 2 بها 2 1 7 وعندي هنا 3 1 اسوي قسمه طويله 2 4 1 0 0 2 7 3 1 اخذ هذا الرقم واخذ هذا الرقم هنا عندي اخذت اربع ارقام مع اربع ارقام شفت هذا صغير لازم ناخذه كله كبير هنا بالتالي هذا اضربه في 8 8 في 1 اكيد 8 8 في 3 24 8 في 7 56 و2 8 و50 8 في 2 16 و5 21 هاي هنا ما يقبل اكيد هذا يصير صفر 9 10 2 5 هذا 10 هاي 3 10 ناقص 8 2 3 ناقص 1 2 و2 ناقص 2 0 هسه فرصة ان انا عندي اضيف بوينت اضيفه هنا 0 عندي 22 الرقم نفسه هنا نفس هذا الرقم راح ينزل يعني 8 في هذا الرقم هو نفس الرقم هذا انت كتبه يعني 2 1 8 4 8 هاي 10 صار 2 هذا صار عندي 11 هاي 4 صار عندي هنا 7 هذا صار عندي 14 هذا 1 14 6 672 اضيفها صفر بها 3 او بها 2 2 في 1 2 2 في 3 6 2 في 7 14 باليد 1 2 في 2 4 1 5 بهاي العمليه ناخذ فقط مرتبتين اللي هو كل مشكله في هذا الرقم نقول لك سوليوت بيرسون از ايكوال الرقم طلع عندي هنا هو 8.82 بيرسون اخذت هذا الرقم كملت نصف الحل تقريبا انساني يبقى الجزء الثاني من الحل اللي هو خاص بالسولفنت مثل ما نشوف هنا بالقانون عندي بالشاشه solvent person M2 على M total في 100% بالتالي تعويض الأرقام لكن بالشكل التالي على الصفورة أجي أكتب القانون بشكل مباشر أنا أقول solvent person is equal mass of solvent the mass of solution في 100% زين اجي اعوض لكن اعوض بالرموز solvent person is equal m2 على m total mt في 100% solvent person is equal مكان m2 عندي هنا موجوده 400 98 جرام على الام توتال اللي هو 546.2 جرام هاي هنا عندي في 100% بعد ما هنا عوضنا بهاي الارقام طبعا هنا عندي شوفوا هالشكل هو الرقم يعني عندي هذا الرقم هنا بدايه هو 400 98 تقسيم هذا الرقم اضيف صفر هنا واحذف البوينت احذف البوينت بالتالي اجي هسه اسوي قسمه طويله هذه القسمه الطويله بالشكل التالي
4980 منت 4980 اضربها في 100 اصفار 2 وعندي هنا 5 4 6 2 اول شيء ناخذ اربع ارقام هنا عندي رقم اصغر من هنا اصغر من المقام يعني بس اصغر من المقام هذا رقم اللي بعد الخامس هذا هنا ب 9 9 في 2 18 باليد 1 9 في 6 54 5 و50 9 في 4 36 41 45 49 اطرح هاي هنا رقم عندي صار عندي 7 هذا صار عندي 9 هذا صار عندي 10 2 4 6 0 0 ينزل الصفر اللي موجود عندي لذلك ما اضيف بوينت بالبدايه اخلي 1 انزل الرقم نفسه 5 4 6 2 هذا عندي 10 هذا 1 هنا صار عندي 8 هذا 11 هذا 3 يصير عندي هنا 5 3 ناقص 4 ما يصير ياخذ 1 وهذا صار عندي 5 13 7 يزود او يزود 9 لان عندي 6 و 3 9 اكيد هسه 958 بوينت واضيفه 0 الرقم نفسه ينزل هذا 5 4 6 2 10 8 هاي 7 يزود 1 وهنا عندي اكيد هم ينزل 1 وهذا يزود عندي هنا 4 زين بهالحالة أضيفا صفر 41000 تقريبا بيها 7 7 في 2 14 بيد 1 42 3 و40 28 2 30 35 و3 38 هذا عندي 10 هذا 7 هذا 6 يصير عندي 7 ناقص 3 4 1 يصير 11 وهذا يصير عندي 0 هنا 8 9 هنا عندي 10 هذا طبعا راح يصير 3 هنا 2 بالتالي هذا الرقم اللي عندي اقول له solvent person is equal 0.17 person نتاكد من حلنا من خلال جمع الصليوت بيرسون مع السولفنت بيرسون خلال هذا القانون طبعا هذا هنا عندي رقم 2 سولفنت بيرسون بلس سولفنت بيرسون is equal 100 بيرسون هذا عندي السولفنت بيرسون هو 8.82 بلس عندي 91.17 هم اكيد بيرسون خلينا نشوف ليش واحد هذا 91.17 وعندي هنا 8.82 99.99 يعني هنا هذا ما يقارب ال 100% واكيد حلك راح يكون صحيح طيب هون شباب وحلقه جديده من حل مسائل الفصل الرابع لطلاب المتميزين الأحبة.